بسم الله الرحمن الرحيم. توصلنا لهذوك الشهداء اللي مشاو مساكن ونتلفوا في الطريق ولقاو راسهم في السعديه ونتلفوا مساكن وقالوا لهم ودي راه هنا الجيل و مساكن بغاو يرجعوا للبلاد ديالهم المغرب. وهذوك الشيران ديالنا اللي ربي يفكنا ويفكهم ما كيحترموا لا دين الجرى ولا الاسلام قتلوا جوج ديال المغاربه ديالنا ديالي يعني. هذوك كيتسموا الشهداء، ان واحد اللي كيقتلو اما هو مسلم ولا على حقاش هو يهودي ولا على حقاش هو نصراني وهذو قتلوهم على حقاش هما مغاربه، هذوك كيتسمى الشهداء. كنصدو واحد الميساج لهذوك الناس اللي قتلوهم، بان الروح ديال هذوك الشهداء والجوج المسلمين اللي قتلتهم راه الروح ديالهم كتغود عند السيد ربي. السيد ربي منع عليه وحرم عليه الظلم، حرموا الانسانيه كلها. الروح ديال دوك الشهداء راه عند السيد ربي كتغوت حتى يكون لها الحق. وكنصاوبت الميساج لذاك السيد طوبون، هذاك البريزيدون ديال الرجال في السنين ديالك اسيدي، خصنا ديما نتقى السيد ربي، حنا ما بغينا لك الحق. خصك تلق داك المغربي اللي ما دار والو، اللي كتشدوه غير ظلمان بلا تنازل، خصك تلقو وتيق السيد ربي، تعرف واش الدنيا غتفوت وكلشي غادي يفوت. تيق السيد ربي وتلق هذاك السيد المغربي الفاميليا ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحق الأكبر أبراهام من القدس.